بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الفيديو الثالث من ليلة امتحان اللغة الفرنسية الترم الأول. الفيديو ده خاص بالقواعد. إيه القواعد اللي عليا؟ إيه الجمل اللي جاية؟ لو سمحت ركز معايا جملة جملة كده وإحنا ماشيين. بس حابب الأول أذكرك بإيه القواعد اللي عليك. القواعد اللي عليك واللي جالك في الامتحان 8 جمل حروف جر المكان. les propositions de lieu، أدوات المعرفة المضغمة بالدو، les articles contractés du des، وأدوات المعرفة المضغمة بالآ أو وأو بالإكس. Les articles numéraux ordinaux، الصفات العددية الترتيبية. Le féminin du nom de profession، تأنيث أسماء الصفات، تأنيث أسماء المهن. Le présent de l'indicatif، les verbes prendre et faire، زمن المضارع الإخباري وفعل يأخذ ويعمل. l'impératif affirmatif et négatif tu et vous، صيغة الأمر المثبت والأمر المنفي في المفرد مع tu والجمع مع vous. parler du temps qu'il fait، il fait chaud، il y a du soleil، التحدث عن الطقس باستخدام التعبير الفي والتعبير اليا. دير او اون ابيت او او اون فا، قول اين نسكن او اين نكون او اين نذهب. ابيتي ا بلس فيل، يسكن في زائد مدينة. أبيتي أن أو أو بلس بي، فعل يسكن ولما ياخد حرف الجر أن أو الإدغام أو زائد بلد مذكر أو مؤنث. طبعا المؤنث هياخد أن والمذكر هياخد أو زي ما هنقول بعد كده بشوية. Le présent de l'indicatif, le verbe venir، المضارع الإخباري وفعل يأتي. Le futur proche، forme affirmatif، affirmative، et les expressions temporelles، زمن المستقبل القريب، الصيغة المثبتة والكلمات الزمنية الدالة على المستقبل. دي كانت القواعد الأساسية اللي موجودة في الترم الأول. وطبعا ممكن بقى يرجع لك على حاجات من أولى أداة المعرفة وأداة النكرة والحاجات السهلة دي بقى. تعال نحل مع بعض. Choisis la bonne réponse. 1.2 تمام. Il fait doux، الجو لطيف. طبعا دي زي ايه؟ الفي بو الفي شو الحاجات دي. 2.  la table il y a un ordinateur et un appareil photo، ترابيزة يوجد كمبيوتر وآلة تصوير. برافو. سير، على الترابيزة. 3. et son emploi du temps، كال، الأربعة نطقهم كال. تمام. الأولى على أساس أن أمبلوا دي تون مفرد مذكر، يبقى كلمة كال بتسأل عن نوع الاسم الذي يليها. وإمتى ناخدها كال بإل واحدة؟ إذا كان الاسم الذي يليها مفرد مذكر. كال بدبل إل إذا كان الاسم الذي يليها مفرد مؤنث. كال بإل واحدة وإس إذا كان الاسم الذي يليها
جمع مذكر كلب دبل ال واس اذا كان الاسم الذي يليها جمع مؤنث. كاتر اجاش بالظبط، ناخد الفعل في الامر ني تغني با اجاش. سنك لو بالون ايت اجاش بوان بورتي كلي، الكرة تكون على يسار الميدالية، الميدالية مذكرة تبقى دو. سيس إلا بيت أو هي تسكن في إيتاج تبقى دوزيام إيتاج. سات إتي لو سولاي بريل دون لو سيال إيل في شو، فصول السنة تأخذ حرف الجر أن ما عدا الربيع يأخذ أو. ويت مون بير اي كويزيني كويزيني، لأن دول كلهم مؤنثين ما فيش مذكر غير كويزيني. نف لي سي فون كامي اي سافوازين، مدرسة تذهب كمي وجارتها، يبقى آ كاليسي إلى أي مدرسة، الناس اللي محضرة مش محضر ثبت الشاشة حل الأول راجع معي، عندك أي سؤال اكتبوه في التعليقات. ديس أجوردوي دو سولاي إليا يوجد، نومي أبيت باري أباري. دوز إي لا بروفيسيون دو تون بير، ما مهنة أبوك، مؤنث كال بدبل ال. تريز إيل دو بارك، شايف حرف الجر دو من، تصريف فيرب فينير مع الإلافيك أس فيان. كاتورز جولي سي أن شهر يوليو، مايو يونيا يوليو، سي أن إتي في الصيف. كانز إليمون دو لا ناتور تيام، أي كلمة آخرها إم إي إن تي في الفرنسية هي كلمة مذكرة، كال جمع مذكر. سيز إسك إيل فون، برافو، قبل ما أقرأ الجملة الناس حلت، كيسك إيل فون ماذا يعملون؟ إتيان لي زانسوندي، مين اللي بيطفئ الحرائق؟ لو بومبيي. 18 la place en faisant attention، فعل في الامر، ايه اللي في الامر من دول؟ برافو، عند تصريف الفعل في صيغه الامر المفرد يصرف الفعل مع التي مع مراعاه حذف حرف الاس من افعال المجموعه الاولى، برافو، سمع كويس اهو. 19 passion هوايه، سي فوتوغرافي لا ناتور تصوير الطبيعة. هوايتي فين؟ هوايتي ما، لأن باسيون مؤنثة. 20 ليفر خذ الكتاب، برون يا بروف انت مش قلت بنحذف حرف الاس؟ يا حبيبي ما انا قلت لك من أفعال المجموعة الأولى فقط. 21 allez à la bibliothèque، comment كيف نذهب إلى أو كيف الذهاب إلى المكتب. كلمة الاستفهام comment ينفع يجي بعديها الفيرب في المصدر. 22 et le stylo bleu، où est
أوي لو ستيلو بلو؟ أين القلم الأزرق؟ 23 فوتو دو رومان تو بريفير؟ فوتو مؤنثة؟ يبقى كلب دوبل ال. برافو، احسن يا شباب والله. تون 24 تون مفرد مذكر يبقى كلب ال واحده، احسنتم. 25 تو فيان انت تاتي، كلمه الاستفهام دو تو فيان من اين انت تاتي. 26 سوكوب دي زانيمو مين اللي بينشغل او بيهتم بالحيوانات؟ لو ذي تيرينير اللي هو الطبيب البيطري. 27 أليس إيه؟ أليس دي مؤنثة يبقى بولانجير. وبعدين لو فكرت شوية ما انتش عارف إذا كانت مذكرة أو مؤنثة، عندك التلاتة التانيين مذكرين واحدة بس اللي مؤنثة يبقى أكيد هي. 28 أوجوردوي اليوم إل نيا با دوفون تحول أدوات النكر إلى دو عند النفي، ما عدا مع فيرب أتر تبقى الأدوات كما هي. 29 Aujourd'hui il y a du soleil لأن الشمس إيه؟ مذكرة، نقوم ناخد لها إيه؟ دو. بريان habite نيويورك مدينة المدن تأخذ حرف الجر أ ما عدا القاهرة والفيوم وكيبك. كيبك خليك فاكر، هنقولها دلوقتي. 31 رينو انومي سون دون لا، فين اللي المكان اللي ينفع لا؟ باتينوار. 32 سي سيزون فصل من فصول السنة كلمة مؤنثة يبقى كل. سي فلور زهرة وردة مؤنثة إن. 34 سي مونتاني روس الجبال الروسية اسم لعبة في البارك داتراكسيون جمع لي مونتاني روس. 35 سي بلا فرنسي طبق فرنسي مذكر يبقى ان. 36 سي توبوغون الزلاجة مذكرة يبقى لو. 37 سي لا دو بروفيسور دو تكنولوجي لا يبقى عايزين كلمة مؤنثة لاشيز كرسي. 38 كامي سامبل كامي تبدو، تبدو ايه يا شباب؟ ايه الصفة اللي تمشي هنا؟ انتيباتيك سمجة دي جملة موجودة في الريفيزيون اللي موجود قبل الوحدة الأولى. 39 سي سون لي تروا ميتيي دو لا كلاس متي يعني مهنة كلمة مذكرة وجمع يبقى فين الصفة الجمع المذكر بريفيري. 40 سي باتو بيرات اللي هو مركب القراصنة مذكر يبقى له. 41 سي كاميرا كاميرا مؤنثة اون كاميرا. 42 فلوف سي تان فلوف انه نهر مذكر اما ريفيير مؤنثه خليك فاكر. 43 كلوي اي روما كلوي اي ايه ظرف المكان اللي يمشي من دول يا شباب؟ فكرت فعلا. أكوتي دو بجانب روما. 44 كريستوف إيه؟ كريستوف ده بقى ولد ولا بنت؟ أنا مش عارف.
طب ما يلا نفكر بقى شوية. كريستوف ايه؟ دي مؤنثة ودي مؤنث، يبقى اكيد مش، ودي جمع، يبقى مذكر. كريستوف اسم ولد. 45 دون لا سال دو كلاس، في قاعة الدرس او المدرسة يعني، في الفصل يعني. إليا دي شاز، يوجد كراسي، كلمة كرسي جمع مؤنث، جريز رمادية. 46 دوما ال انسامبل، هات بقى تصريف ال بس في الفتير، ليه هناخدها في الفتير؟ علشان وجود كلمة دوما، يبقى نوز اللون فار. 48 دوما تو لافيون، غدا انت فابراندر، سوف تأخذ. وقلنا قبل كده ونقول تاني، الفيتور براش يتكون من تصريف فعل اللي في المضارع زائد المصدر، وفعل اللي هنا فعل مساعد بمعنى سوف. 49 إليز إيه، تكون فارماسيان، صيدلانية، كلمة مؤنثة. 50 ألفي روميناد، هي بتعمل نزهة، كلمة مؤنثة. إن إلزو آ ديزور، إلزو 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 آ ديزور، هم عندهم اس في تي، مادة علوم الحياة والأرض، الساعة 10. 52 اون هيفر، في الشتاء. إل ها إيه الفي فروا، إل نيج، الجو يثلج. 53 اون هيفر، في الشتاء. لو سيال، السماء. إي جري، جري يعني رمادية، يعني فيها غيوم. 54 اون سبتمبر، في شهر سبتمبر. Je vais visiter، انا سوف ازور. Avec mes parents، سوف ازور la France، فرنسا. 55 اما ايه en vacances، في الاجازة. الاجازة دائما تكتب جمع، وهي جمع مؤنث، وتأخذ حرف الجر اون، وحرف الجر اون لا يأتي بعده أداة. 56 en automne، في الخريف. le feuille، ورق الشجر. برافو، تومب، يسقط. 57 en été، في الصيف. il fait chaud، الجو يكون حار. طب ما ينفعش اقول il est، لا غلط، ها لما نقول ايه يبقى نجيبها مع لو تون. هجيب لك جملة زي دي دلوقتي. 58 إيريك ترافيرس لا افيك سون شيان، يبقى ترافيرس لا رو، بيعبر الشارع بالكلب بتاعه. 59 إيه كيسكو تيام فير، إتوا وإنت، اللي هو ضمير الإيه التوكيد، توا بتأكد تو، فاهم؟ والوي بتأكد إيل المذكرة، ونو بتأكد نو أو الأون، والفو بتأكد فو. سوازونت إي تون فير، وابوك إيل في كوا. برافو برافو برافو. كلمة الاستفهام كو إذا وضعت في نهاية السؤال تحولت إلى كوا. سوازونتا فاسيل لا دوزيام غي أغاش، برون، تصريف الفعل في الأمر مع التي أو الفو، في هنا فو لا، يبقى ناخد مع التي، ما ينفعش الاتنين يجوا مع بعض إلا إذا كان في حاجة
تدل ان ده مفرد او ان ده جمع او ان ده احترام. هنقول برضو جمل زي دي بعد شوية، تابع معايا. Soisons deux. Faites attention. C'est un rond-point. دوران مذكر. Soisons trois. François يكون médecin. وعرفنا ان كلمة médecin وكلمة بومبيي رجل المطافي الاثنين انفاريابل. كيس كي سافي دير انفاريابل؟ كلمات ثابتة في المفرد، في المفرد بس، في الجمع بيتجمعوا عادي، يعني يمشوا مع المفرد المذكر او المفرد المؤنث. سوازون تكاتر. إلي ديجيزي هو متنكر. كل المهن لما تيجي معاها مع كلمة يتنكر في زي طيار، رجل مطافي، طبيب، دايما ناخد لها حرف الجر أن، والأن لا يأتي بعده أداة. سوازون سانك. إلى بيت أون أفريك. كل القارات تأخذ حرف الجر أن. سوازون سيس. إلى بيت أون بلجيك. بلجيكا مؤنثة فتأخذ حرف الجر أن. إلى بيت لا أفان تبقى لافان. سوازونت ويت. إليا نيج. إليا دو لا نيج مؤنثة ثلج. جيم كاميرون مذكرة لو. جيم كندا مذكرة لو. جيم مكسيك مؤنثة لا. il y a beaucoup de soleil في شمس كتير. il fait très chaud جو حار. il au parc تصريف الفيرب في المضارع مع ال il avec s un été. il se promène يتنزه في الحديقة. il regarde deux photos بيتفرجوا على صور على الكمبيوتر sur l'ordinateur. 75 ils viennent de la piscine مؤنثة. 76 Ivan habite à Bucarest. il est مذكر. Romain. 77 je du patin à glace تصريف فيرب فير مع je fais. 78 je la télé انا التلفزيون. الفيرب اللي يمشي regarde. 79 je du vélo تصريف فيرب فير مع je fais عشان faire du vélo يعني يركب الايه، يركب العجلة او يمارس ركوب الدراجات. 80 je bois انا بشرب ان كوكا ومعناها ازازة حاجة ساعة او كنزة حاجة ساعة واحدة حاجة ساعة. 81 je mange avec mes parents جمع. 82 je veux aux Philippines gamma. 83 je vais aller chez mon oncle à Poitiers. اسم مدينة هي فيها اس اه بس طبعا ناخد لها اه. je vais faire du
سيرف، أنا أمارس التزلج على المياه اسمها فير دو سيرف. Je viens de apostrophe Egypte بعد فعل فينير. ناخد de بس لو جاي وراها دولة مؤنثة أو قارة أو دولة مذكرة تبدأ بحرف متحرك نعمل لها de apostrophe. 86 عثمان فيان دو لا، المؤنث هنا جار. 87 la palle de Tunis est à côté hein palan de s gamma. لاحظ الإضغام خلي بالك. 88 la capitale de l'Égypte c'est le Caire. القاهرة. 89 Jean habite جزر الأنتيل اسمها أنتي أوز أنتي. 90 جوي دو جو فيديو دو جو فيديو، لكن لو ما كانش هنا ال دي كنا أخدنا لها أو، خلي بالك يعني هي كده دو جو فيديو ممكن أخدها كده أو جو فيديو. 90 خلي بالك يبقى اخد دي اللي هي او لما ما يكونش عندي دي، لكن لو عندي دي اخد ا. 91 جولي اي ال ترافاي دون ان اوبيتال، اشتغل في مستشفى تبقى انفيرميير. 92 La France est un pays بلد. La livre égyptienne est la monnaie الجنيه المصري عملة مصر. La monnaie de la France عملة فرنسا يورو. La moto à gauche tourne verb مجموعة أولى، la moto نعوض عنها ب L تبقى تورن في اخرها ايه. 96 لا سيمين بروشين الاسبوع القادم، كلمات الدالة على الفيتور اون فا ناجي سوف نسبح. لا فواتور اي لو باساج بيتيون، العربية تكون اللي يمشي من ظروف المكان ها ما يمشيش غير ديفون امام. لو شيان اي روما، اللي يمشي برضو من ظروف المكان دريير خلفه. لو سيال اي بلو اي لي زوازو، السماء زرقاء والعصافير شانت تغني. سون مية لو كور دونجلي، الساعات تأخذ حرف الجر آ. سونتان لو بارك اي لا بيسين، ظروف المكان اللي يمشي من دول بريدي بريدي. لو سون بول رمز فرنسا سي لو كوك الديك. 103 مريم ام جوي او باسكيت، بعد الفعل المصرف ياتي الفعل فين؟ في المصدر. طب ما كلهم يا بروف في مصدر، اللي بياخد او مع الالعاب جوي تبقى جوي او باسكيت. 104 مي بارون فون فيتنام، مذكره تبقى او. محمد ابيت اطنطا ايلي Égyptien, مصري. Mon oncle habite Bruxelles, مدينة. تأخذ أو في آخرها إس، خلي بالك من الخدعة.
Le cas va à l'arrêt de loup dans un bus, في اتوبيس اللي يمشي روج، لان الباقي كلهم مؤنثين والاتوبيس مذكر. ليسيا اي انجيل ابيت بنوائر. بنوائر اسم مدينة تأخذ آ. مدام دي جاردان مارش سور لو، عايزين مكان مذكر، تروتوار الرصيف. هبة وراها فيرجول، هبة وراها علامة تعجب، يبقى ما بعدها فعل في الأمر المفرد المصرف مع التي في الإكزرسيس. لكن لو ما كانش في هنا علامة تعجب كنا الجملة كانت بقت كده. بص ركز معايا، هبة هبة في ها الإكزرسيس. بالله عليكم خدوا بالكم من النقطة دي، دي جاية في الامتحان معظم الامتحانات. يبقى هنا لو في هبة وفيرجيل، أو هب فيرجيل يعني زي فيرجيل يعني زي الأبوستروف اللي تحت كده، أو علامة تعجب اللي هي دي كده، يبقى هنا نختار الفعل في الأمر مع تي آخره إس. لكن لو هنا هبة ومفيش فيرجيل ولا أي حاجة كنا هنختار في اللي هي بالتي. مسيو رو مونت دون، بيركب في ايه حضرات؟ لاسانسور المصعد. طب ما ممكن المترو والتاكسي بيركب. يا فندم ركز الا ابوسترو. سوندوز حمزه ايه كور دو فرنسي. حمزه في حصه فرنساوي الساعه 10 دي، تاخد لها في حصه اسمها اون كور، خلي بالك دي في الكتاب. 113 انجو بنلعب اوز الشك شطرنج في الصالون. بابلو اي اسبانول إل أ مدريد. تمام، إلى بيت يسكن. بوندو لي فاكونس بروشين أثناء الأجازة القادمة، نو يبقى نجيب فيتور، نو زالون فواياجي أو ماروك للمغرب. خلي بالك المغرب واخدة حرف الجر إيه؟ أو، لأنها مذكرة. 116 pour aller à la piscine tu، تصريف الفيرب مع tu، tourne اخرها es. 117 pour aller au cinéma، للذهاب الى السينما، فيرجول وبعدين جملة تبدأ ها مفيش فاعل، يبقى الفعل في الامر va، va à droite، اذهب à droite. 118 pour lire une PD، لكي تقرأ قصة مصورة، on va، نذهب إلى، تمام، بيبليوتك. pour moi، بالنسبة لي، c'est les arbres en automne، إنها الأشجار في الخريف، تبقى ها لون إيه بقى اللي هو لون الأشجار في الخريف اللي يمشي من ده لورانج، اللون الإيه البرتقالي، يعني لون لون الشجر لما يكون باهت بقى. 120 كسكيل نقط تي زونكل، يبقى اصرف الفعل مع تي زونكل، يبقى فون. كسكيل فون، ماذا يعملون عمامك. 121 كاسك تو لو ويكاند بروشان. بروشان بروشان، فيت اتونسيون، خلي بالك من الكلمات الدالة على الفيتور في الأول ولا في الآخر، يبقى va faire. Qu'est-ce que tu vas faire؟ ماذا سوف تفعل العطلة الأسبوع القادم؟ va faire. Quel temps il fait à Paris en hiver؟ Quel temps il fait à Paris en hiver؟ الجو عامل إيه في الشتاء في باريس؟ il neige، الجو يثلج. 123 pour prendre le train je vais à la gare، محطة القطار. 124 pour voir des œuvres d'art، لكي ترى أعمال فنية رائعة أو أعمال تحفة هتروح ميزو المتحف.
Pour voir un médecin, لمقابلة الطبيب, on va à la clinique. والحل هنا بالاستبعاد. 126, prends l'avenue. L'avenue معناها شارع. خذ شارع ايجو, وفي الدوران ها تورن, لف على اليمين. 127, prends la rue à droite. La deuxième, صفة عددية. Qu'est-ce qu'ils tes grands-parents? Qu'est-ce qu'ils font? ماذا يعملون؟ تصريف فيرب فير ده أساسي. Qui habite au cinquième étage? من يسكن في الدور الخامس؟ Romain, sa sœur Chloé et père. لو كنت أخدت صون غلط. Leur père. لأن الفاعل بتاعي هنا هيبقى رومان وأخته. تبقى إلى فيك إس تاخد leur. S'il vous plaît, monsieur. لو سمحت يا monsieur. Pour aller. بعد حرف الجر يأتي الفعل فين؟ في المصدر. طارق وعلامة تعجب. يبقى الفعل فين يا حضرات؟ في الأمر. Va. 133. Thomas marche sur. Thomas يمشي على l'autrotoir. الرصيف الجانبي. 134. Tu as appareil photo. آلة التصوير مذكرة والكاميرا مؤنثة. Tu fais vélo. هتاخد معاها دي. تعبير انت المفترض حافظه. Faire du vélo. بيركب عجل. Tu habites Chili. مذكرة. تبقى او. Prends photo. Une photographe. مصورة بتلتقط الصورة. Vladimir et Elena à Saint-Petersburg. يبقى أبيت آخرها إنتي. Voilà l'automne. ها هو الخريف. Le اللي بيسقط. Le feuille. الورق. الشجر. Tu vas au magasin. أنت تذهب إلى المحلات. جمع مذكر. 141. Tu veux la nature. أنت عايز الطبيعة. بعد الفعل المصرف يأتي الفعل في المصدر. يبقى فوتوغرافي. إن جو دون دو فيلم. يبقى إن أكتريس اللي هي ممثلة تمثل في الأفلام. فو دو لا بيبليوتيك. يبقى فو يبقى تاخد الفيرب اللي في آخره إيه زاد. أنتم تأتون من المكتب. فو زالي دون لو جاردان. أنتم سوف نقط في الحديقة. بعد الفعل المصرف يأتي الفعل في المصدر. كمان ده الفتير. يبقى إيه اللي في المصدر ينفع هنا؟ لير. وبكده يا شباب يبقى رجعت لك على كل القواعد وكل الجمل المتوقعة إن شاء الله في الامتحان. استنانا بقى في الفيديو الرابع هنحل مع بعض إيميلات مهمة جدا ومتوقعة في الامتحان. كان معكم عثمان البروف. تحياتي.